فريق العمل، تحية إلى مشاهدي تلفزيون لبنان بلبنان وبالعالم، وحلقة جديدة مع وليد عبود. كما كان متوقعا، استخدم المؤتمرون المتآمرون في بروكسل العصا مع لبنان، ومددوا احتلال النازحين السوريين له. ولا يكفي لبنان أبدا أن يخاطب وزير خارجيته الأوروبيين في بروكسل بنبرة عالية السقف، فالخلاصة هي أنه يجب الاستعاضة عن المطولات الموجهة إلى الخارج بقرارات حكومية مختصرة مفيدة وجدية. رئاسيا، جون إيف لوديان الذي قصد بيروت للمرة السادسة بحثا عن إبرة رئاسية في كومة دمار، سيغادرها من دون نتيجة تذكر. والأرجح أن الزيارة الفرنسية كانت شكلية يريد من خلالها المبعوث الفرنسي أن يقول في قمة النورماندي أن بلاده لا تزال وصية على الدولة اللبنانية القاصرة. جنوبا، النار بالنار، ويبدو أن الصيف حار، فيما حزب الله لن يتوقف عن المشاغلة والإسناد في ظل رفض بلا طائل من غالبية اللبنانيين. ملفات الجنوب، الرئاسة، بروكسل والنزوح نناقشها في حلقة الليلة مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الذي نحل ضيوفا على مقره في بكفية. شيخ سامي، أهلا وسهلا فيك. أهلا على شاشة التلفزيون لبنان. الله يخليك. بدنا نبلش معك طبعا. اليوم شفنا جون إيف لوديان ببيت الكتائب الصيفي، شفنا كمان حراكه في كثير من المقرات السياسية. في شيء جديد؟ يما مثل ما عم بأكد كتار انه كل القصة عم يرجع يجمع بعض المعطيات للرئيس الفرنسي قبل قمة النورماندي. ما في شيء جديد بالمعنى الجديد، في انه الرئيس بري نجح بانه يقنع، خلص لا نجح بانه يقنع كل المجتمع الدولي انه هي المشكله انه نرجع على الحوار. هلا صفيت هيدي هي انه المشاورات او حوار ومين بيترقى، بس هو سماها كانه ها هي المشكله. هي مش هاي المشكله، وهذا الشيء اللي نجرب نشرحه. هو القصة هينة كتير أستاذ وليد، يا أما حزب الله مستعد يبحث باسم غير سليم فرنجي، أو منه مستعد بحوار مش حوار، انتخابات، جلسات متتالية وإلى آخره. كله هيدا متوقف على استعداد حزب الله بأنه يلاقي اللبنانيين عن نص الطريق ويجرب ننتخب رئيس جمهورية يقدر يجمع البلد. هي كل القصة. يعني بتعتبر اليوم انه حول نبيه بري او الرئيس بري حول عملية التشاور او الحوار انه هي القضية، هي القضية انتخاب بس رئيس. تراجع تكتيكيا يعني مصادره قالت انه قابلة بالتشاور، سماها التشاور. ما في مشكلة تشاور حوار، يعني بدون ايه، مش هون النقطة. النقطة هل في ضمانة انه بعد ما نعمل هالشي هيدا يلي شي بده يسميه تشاور شي حوار شي. يلي انا صراحة نحن ككاتب منا سألنين عن الاسم، عن الشكل كله تبعها. ورئاسة بذي، نحن رئاسة بذي منا سألنين كمان ما بتفرق معكم استاذ وليد. نحن اللي بيفرق معنا شو اللي بيفرق معنا انه بالنهاية في استعداد يبحثوا باسم ثالث او لا. ها اول شيء، يعني هل بعدهم سليمان فرنجية او لا احد، او خلص خلصنا من قصة سليمان فرنجية وانتقل على اسامي توافقية. هيدا اول سؤال. والسؤال الثاني، اذا ما بدهم يتفقوا مستعدين يروحوا على انتخابات؟ هيدا هو السؤال. لانه المشكلة مرة الماضية ما دام مصرين على الوزير السابق سليمان فرنجية يعني مستعدين يروحوا على انتخابات. لكن ليش طيروا النصاب؟ وليش ما عم بدأ الرئيس بالرئة انتخابه؟ هيدا انتخابات من سنة، بس ليه من زيران ليه من وقت لهلأ ما داعيوا؟ لو هن مستعدين يلعبوا اللعبة الديمقراطية ليه ما لعبوها؟ كنا وصلنا على 60 نائب، نحن كنا نقصنا 5 نواب بنجيب أكترية، ليه ما عملوها؟ فهيدا بدل أنه حزب الله لحديت هلأ ما عنده هيدا الاستعداد. هلأ مثل ما بيقولوا الحق الكذاب عبيب الدار، ما هيك؟ جينا نقول أوكي شو بدكم خيي؟ نحن قلنا له للوزير لودريان، قلنا له أخي نحن ما عندنا مشكل بالشكل، نحن بيهمنا الأساس، بدنا منك ضمانتين. الضمانة الأولى أنه إذا حضرنا هالتشاور وشاركنا فيه
بيصير في جلسة مفتوحة للانتخابات بمعزل عن نتائج الحوار، لأنه المرة الماضية قال إيه بنعمل حوار بعد الانتخابات، بس إذا بالحوار ما وصلنا لاتفاق ما في انتخابات، يعني طير الخبرية كلها نصف أنه يا توافق يا ما في، إذا ما في توافق ما في انتخابات. طيب إذا هاي هي الخبرية يعني هذا فخ عم يجيبونا يقعدونا مجلس النواب يحملونا إلنا مسؤولية أنه ما عنا رئيسا، هذا الخطر. شو الخطر ليش متحفزين نحن على خبرية الحوار؟ متحفزين علينا بجيبونا بيقعدونا من صفي كلنا متساويين بالغلط، بالوقت يلي نحن حضرنا كل الجلسات، نحن قدمنا مرشح رجعنا قدمنا الثاني، نحن أمنا النصاب لكل الجلسات ونحن مستعدين نبحث باسم آخر. يعني أكثر من هيك نحن شو فينا نعمل؟ هن مسكرين ولا بيعطوك ولا بيأمنوا نصاب الجلسات ولا بيبحثوا معك باسم آخر ولا بدهم يتقدموا فشخ لقدام. طيب بدهم يجيبونا يقعدونا ويحملونا إلنا المسؤولية. تتشيركم وارد. طيب طلبتوا هالضمانة؟ أول ضمانة أول ضمانة طلبناها رح يحكي مع الأفريقاء الباقية ويشوف إذا قادر يعطينا هالضمانة. أول ضمانة أنه بمعزل عن نتائج حوار في جلسة، يعني فيها نتفق ما نتفق في جلسة بكل الأحوال. هاي أول ضمانة. الضمانة الثانية ما بيكفي الرئيس بري يدعي على الجلسة، رئيس بري بده يجي يحضر مع كتلته وكتلة حزب الله، لأنه مرة الماضية داعي الرئيس بري ونوابه قاطع وطيروا النصاب. ما بيكفي أنت تدعي بدك تدعي وتحضر، لأنه إلا شو إلا طعم. يعني بدكم ضمانة أنه ما بينسحبوا من جلسات الانتخاب أو من الدورات المتتالية. صحيح لأنه إلا شو مكون عملنا مكون جعلنا معنا. يا أما بدهم يحلوها القصة يسحبوا الوزير فرنجية ويبحثوا معنا باسم آخر بال يسحبوا الوزير فرنجية. لا ما نكون قابلين أبدا بالوزير فرنجية، مش قصة وزير فرنجية، هذا مرشح حزب الله وحامل مشروع حزب الله وهو داعم منطق المقاومة وهو جزء من الممانعة الموجودة بالبلد. وعم صوت حاله هيدا يعني. من ميل تاني كمان بقول أنه أنا أكيد يكون أحرص من غيري على مصالح المسيحيين، على دورهم، على علاقاتهم. وليد ما في مصير، ما في مصلحة للمسيحيين إلا بإطار دولة سيدة حرة مستقلة. هذا تاريخهم للمسيحيين وهذا تاريخ جزء كبير من اللبنانيين، ومنا جايين نحكي طوائف. نحن عم تخب رئيس لكل لبنان بده يعالج مشكلة كل مواطن لبناني موجود بلبنان إن كان مسلم أو مسيحي. الموضوع منه موضوع مسيحي أو مسلم. فكل المنطق اللي عم نجي نقوله نحن بدنا رئيس جمهورية يرجع يحط الدولة على سكة التطوير والانفتاح والسيادة وحل المشاكل. ما بدنا رئيس يكون عم بيكرس بقاء لبنان بالحفرة اللي موجود فيها هلأ، يلي هو يصبح جزء من محور الممانعة ويصير الناس الوحيدين يلي منقدر نحكي نحن ويهم هن بشار الأسد ورئيس الإيراني أو المرشد الثورة الإيرانية أو ما بعرف مين يمكن فيه تبع فنزويلا وكوريا الشمالية كيم يونغ أون. منيح بصير هيك صديق لبنان، أنه هول هن بصيروا أصدقاء لبنان. بصير إذا بقى تسافر مثلا، إذا بقى تسافر يعني أحلى سفرة بتعملها على اليمن مثلا، بصير هيدا هو أنت التحرك تبعك. أنه إيه بس منا مهم شيخ أنه قضية بيقول أنه أنا أقدر الناس كمان على التحاور مع السوريين. يعني بالتالي اليوم عندنا أكيد مشكلة مع السوريين فيما يتعلق بالنازحين، عندنا أيضا مشكلة مع إيران فيما يتعلق بسلاح حزب الله. يعني سوري بس سؤال خلينا وقفك. إيه؟ هو عم بيقول أنه إذا هو إجا بيحكي مع السوريين أقدر أكيد. طيب. وأكيد طيب أنه بيقول أنا فيي أخد من السوريين أكثر من جميع المسيحيين. مين مسيطر على الحكومة اليوم؟ مش حزب الله؟ طيب حزب الله مش صديق ولا بشار الأسد؟ شو مسيطر على الحكومة؟ ليه ما عملها؟ ليه ما عملها؟ هو جزء من كل، يعني هو منه الدولة بالمعنى. هو الدولة مين دولة؟ أنا حكومة فيها كل حلفائه مظبوط، فيها وزراءه، وزراء خيه الرئيس بري، ووزراء صديقه جبران باسيل، ووزراء الرئيس فرنجي مرشحه، كل الحكومة اليوم هن وزراء حزب الله وحلفاء حزب الله. إذا هول مش قادرين يحكوا مع السوريين ليش سلامي فرنجي راح يعملها؟ شو الفرق؟ فالموضوع اليوم أنه لبنان بملف النازحين هو رهينة بيد بشار الأسد وحزب الله، عم بيستعملوا لبنان
للضغط على الغرب لفك الحصار عن بشار الأسد، ونحن ضحية هذا الشيء، والسوريين موجودين هون ضحية هذا الشيء كمان. طيب اليوم نقل عن جان إيف لوديان أنه قال جملة كتير خطرة، لبنان السياسي سينتهي إذا ظل البلد بلا رئيس الجمهورية، ولن يبقى سوى لبنان الجغرافي. هل بتوافق على هذا الأمر؟ أكيد أكيد أكيد. نحن كل يوم بيقطع لبنان عم بيخسر من مقومات وجوده، ومن عم تتغير هويته بسبب العمل الممنهج على تهجير كل الناس يلي عبالة تعيش ببلد طبيعي، ومعيشين بغابة مسيطر عليها ميليشيا مسلحة جار لبنان اليوم على حرب ما بده إياها. كمان بيقول إما إنجاز الاستحقاق في حزيران وتموز يعني بالشهرين الجايين، أو أن العملية سترجع أشهرا وسنوات. ما بعرف إذا هذا الشيء صحيح يعني، بس إنه هذا اللي قاله كمان لقلنا وقتها شفنا يعني هذا هو اللي قاله. أنا بالنسبة لي حزب الله اليوم ما بده رئيس جمهورية. ما بده؟ لا ما بده. لحاله أو مع رئيس نبيه بري؟ أنا برأيي الرئيس نبيه بري منه مقرر. اللي بيقرر هو حزب الله. حزب الله اليوم منه عارف كيف رح تنتهي مشكلة بالجنوب وبرفح وبغزة. وبرأيي أنا حسب كيف بتنتهي هاي العملية بروفيل الرئيس اللي بده إياه بلبنان يختلف. إذا حزب الله فايد بجو مواجهة مفتوحة مع العالم كله بده رئيس معين، وإذا بده بالعكس أنه يكون جزء من مصالحة معينة بالمنطقة ويكون في انفتاح وإلى آخره، هيعوز نوع آخر من الرؤساء. لهذا السبب برأيي اليوم حزب الله منه على جهوزية أنه يحسم ملف الرئاسي، وللأسف الشعب اللبناني كله رهينة قرار حزب الله. وأنا حان الوقت أنه يعترفوا كل السياسيين بلبنان وكل الأحزاب بلبنان أنه لبنان مخطوف. يلي خاطف الرئاسة هو حزب الله عبر تعطيل النصاب، يلي خاطف قرار السلم والحرب وحزب الله وهو فاتح حرب اليوم بلا ما يسأل رأي حدا، يلي مانع عملية الإصلاحات بأنه تجري هو حزب الله. عمليا نحن رهينة بيات حزب الله، والبلد مخطوف، ولازم الكل يستوعب أنه ما رح نخرج من هذا الشيء إلا ما نقاوم ونحرر بلدنا. وهذا الشيء بيتطلب وحدة صف، بيتطلب تجميع القوى، بيتطلب أنه نكون كلنا كلبنانيين موحدين بهذه المواجهة. ما بفيد لشيء نروح بمنطق طائفة. حزب الله وسيادة لبنان لا تستعاد من منطلق طائفي ومنطلق مسيحي أو مسلم إلى آخره. هيدي بدها كل القوى السياسية مسلمة ومسيحية يجتمعوا مع بعضهم ويقولوا نحن متمسكين بالدولة، ونحن بدنا نحرر قرار بلدنا، وبدنا نستعيد قرارنا، وبدنا نبني بلد محترم، بلد حضاري ومتطور. فقط حزب الله هو الذي يخطف الرئاسة اللبنانية، أم أيضا تبعثر القوى المسيحية وعدم اتفاقهم على شخصية؟ صراحة مش معقول شقوية بالبروباغندا والجماعة يعني نشحوا بأنه يقنعوا الناس أنه المسيحيين مختلفين. طيب بس هو فعليا ما أنه مختلف. وقت يكون حزب الكتائب متبني جهاد أزعور، ويكون القوات اللبنانية متبنية جهاد أزعور، ويكون طيار الوطن الحر متبنى جهاد أزعور، بيكونوا المسيحيين متفقين أو مختلفين. أوكي في سامي فرنجي ومرشح أوكي. القوى البقية اللي بتمثل يمكن أكبر تمثيل اليوم مسيحي بالمجلس النيابي، هو اللي مع مين؟ متفقين أو مش متفقين؟ كيف نجح حزب الله يقنع كل العالم أنه المسيحية مختلفة؟ بالوقت يلي الشيء الوحيد يلي نجحنا نعمله بآخر ست أشهر، وأنا شهدت على هذا الموضوع عن قريب لأنه اشتغلت له وقتلت حالي كرمالتا ينجح هذا الشيء، هو أنه جمعنا بعضنا على اسم وعملنا هذا التقاطع يلي عمل خرق بالمشهدية السياسية بالبلد، وجبنا له 60 صوت. شو كانت النتيجة؟ مين عطل النصاب؟ حزب الله. وبالتالي ما بقى يقولوا لنا هذا الكلام لأنه هذا الكلام منه مظبوط. هل كان هالتقاطع جدي أو لأنه عارفين مسبقا أو عارف الوزير جبران باسيل أنه منا جدي القصة بالتالي تقطعته؟ أستاذ وليد وقت تفرق معك على 5 نواب بتجيب رئيس جمهورية يعني كنت جدي، وقت توصل على 60 نائب فرقت معك 5 أصوات في كم واحد لو وعيوا لأهمية الشيء اللي عم بيصير ومشيوا وعطيوا أصواتهم كنا اليوم عنا رئيس on hold، رئيس جمهورية موجود وناطر بس الإفراج عنه.
يعني فرقت معنا 5 أصوات، شو بدك أكتر من هيك جدية؟ هلا أكيد الكل بده يسفه هيدا الشيء أو يتفه هيدا الشيء، بس بالوقت يلي هو عمليا هيدا الشيء كان، هل ترشيح هيدا كان ترشيح أكتر من جدي؟ والبرهان أنه جاب 60 صوت. أنتوا كنتم مقتنعين فيه جديا ونهائيا أو مجرد تقاطع؟ نحن ولو منا مقتنعين فيه ما منصوت له، ما منصوت. هي بدك شخص يكون مقبول ويكون عنده قدرة على اختراق الجدار الفاصل بين الفريقين الموجودين. اجا جهاد أزعور جاب من فريق 8 أزار طيار الوطني الحر، وبالتالي كسر هذا الاصطفاف. بالوقت يلي بنفس الوقت جهاد أزعور عنده علاقة جيدة مع الرئيس بري، عنده علاقة جيدة مع كل الناس، زلمي محترم معروف بحياديته ومعروف كمان بكفاءته، والبرهان انه هو اليوم من شخص أساسي بالآي ام اف. وبرأيي نحن بحاجة لبروفيل رئيس جمهورية كمان عنده اطلاع اقتصادي وقادر اليوم يطلع لبنان من الفجوة اللي هو فيه. فشو بدك أحسن من هيك؟ طيب. شو بدك بروفيل أحسن من هيك؟ زلمي محترم ما عليه. بعده برأيك مرشح جدي؟ أنا برأيي طالما ما صار في تغيير بالمعادلة رح يبقى التزام الأفريقاء كلها بجهاد أزعور مستمر. إن كان طيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية أو نحن، بعدنا مستمرين على التقاطع على جهاد أزعور، بالإضافة أكيد لأفريقاء المعارضة يلي هن شركائنا الأساسيين، إن كان كتلة التغيير يلي هن كمان مشيوا معنا بهالموضوع، أو إن كان كتلة التجدد يلي كمان مشيين معنا بهذا الموضوع. ما دام عم نحكي عن موضوع البروفايل، يعني من يومين إنه سرب إنه من الأمور الأساسية بالمواصفات للرئيس المقبل أنه يكون شخصية اقتصادية قادر على محاورة المجتمع الدولي. 2، أنه يشكل تقاطع بين القوى السياسية. و3، أنه ما يكون عنده طموح زعماتي على الصعيد المارون المسيحي. هل أنت مع هذه المواصفات؟ أنا لا، ماني مع هالمواصفة، بس كل هالمواصفات تنطبق على جهاد أزعور وبتنطبق على غيره. أوكي، بس تنطبق على جهاد أزعور ما هيك؟ طيب حاجة يقولوا لنا هذا ترشيح منه جدي؟ ما هيدا كله عم نجي نقول لهم يا خي نحن منا متمسكين، عندكم مستعدين تحكوا بأسامي تاني؟ نحن جاهزين نحكي بأسامي تاني، وفي كتير أسامي تاني بنفس البروفيل وعندها نفس الكفاءة. مثل مين مثلا أنتم مستعدين تحكوا؟ في كتير، ما راح هلأ أسمي فوت حالي بخبريت لك. مثلا بالنائب نعمة فريم مستعدين تحكوا؟ شو بيشكي نائب نعمة فريم؟ وقائد الجيش بالأرض. شخص آدمي ونجح بشغله ومحترم وما بيمد إيده عامل عام. طيب إذا بحثنا خارج هذه المواصفات، برأيك قائد الجيش اليوم بعده مطروح؟ أنا برأيي قائد الجيش رح يبقى مطروح. رح يبقى مطروح. كحل لكل حل أبعد من موضوع الرئاسة، هذا حل كمان أمني واستراتيجي وإلى آخره، يبقى حل مطروح أكيد. يعني حسب الوضع ماذا يفترض أنه يكون الشخص يلي بده يجي. سؤال أخير، هل تتوقع أنه يكون في نهاية قريبة لهذا الاستحقاق الرئاسي، أو للأسف رايحين صوب شهور وفراغ أطول وأطول؟ أنا برأيي كله متوقف على التطورات اللي بدأت تحصل بجنوب لبنان. يعني معه حق حزب الله، نحن مرتبطين بغزة. لا، ما هو عم بيقول مش مرتبطين بغزة، أنا عم بيقول أنه مبلا أنت عم تربط لبنان بغزة. دخلك سؤال، وهذا السؤال برسم كل المشاهدين اللي عم يحضروا. نحن صرنا قديش بلشت هالحرب؟ بتشرين. صح. نحن هلأ بآخر أيار بداية حزيران، صار قاطع تقريبا 9 أشهر 8 أشهر. طيب خلينا نقيم شوي، بعد 8 أشهر حرب واحد سيت من شو حققت هالحرب؟ واحد بيعمل بيلان. اجا قال هو فتح حرب تا يلهي اسرائيل عن غزة، الغاء او اشغال، ما هيك؟ اشغال او هل اسنان. انتهت او انشغلت اسرائيل؟ شايفين انتو، خلينا بس نعمل تقييم. طيب 8 أشهر، هل خفت اصفى على غزة؟ هل خف الدمار بغزة؟ هل خف القتل بغزة؟ هل خف الاجرام بغزة؟ لا. يعني انت 8 أشهر دمرت لبنان كرمال شو؟ فتحت هذه الحرب مساندة على اساس او الهاء او اشغال، مزبوط؟ بل. هل شغلتهم شيء؟ هل الهيتهم شيء؟ شو عملت انت غير انه دمر جنوب لبنان
دمرت قرى لبنانية، مات شباب لبنانيين، غير هيك شو صار؟ شو عملنا؟ شو قصرنا نحن بمسار الأمور بغزة؟ حدا يشرح لنا شو قصرنا؟ صفر. طيب حدا كمان بده يعمل بيلان لهالحرب. حزب الله أخذ قرار ب 8 أكتوبر بأنه يفتح جبهة من لبنان تيساند غزة، نتيجتها كانت كارثية على البلد، وهذا بيتحمل مسؤوليته هو. هو أو الحكومة كمان. هو بيتحمل مسؤولية. والحكومة اللي سكتت. الحكومة هو مسيطر عليها الحكومة. أنت شايف اليوم إنه الحكومة اللبنانية متحملة مسؤوليتها. ما طلع الرئيس مئاتي على التلفزيون وسألها للصحفية، قالها أنت وين عايشة؟ بجزر كوراساو. هلا كلنا فتنا على الجوجل تنشوف وين هيدي جزر كوراساو. طلعت بالكاريب هنيك. مهم انه هو عم بيقول لك انه خي ايه معروف انه القرار منه بايدي. هو عم بيقول لك القرار منه بايدي. انا عم بيجي جاوبه عم بيقول له خي القرار مش بايدك، استقيل. ما هو مستقيل اساسا. لا، حكومة تصف الاعمال كانه قادر انت اليوم تشيل عنك هذا الموضوع تحمل الآخرين. يعني اكيد شو لك انه معنويا بتستقيل على كل حال. بدنا نتابع مع انا كنت بس عم بختم معك ملف ابي اسي. اذا ما بتشوف ابدا اليوم اي افق فيما يتعلق بملف ابي اسي طالما الوضع في الجنوب وبالتالي الوضع في غزة على ما هو عليه. ولكن رح نلحق الكذاب، يمكن انا اكون مغلط. شو انا مني ميشيل حايك عنده قدره يصيب يمكن. انا مني ميشيل حايك، انا بعمل تحليل. تحليلي بيقول انه هيك. هلا يقنعونا بالعكس ورح نمشي نحن وياهم عبر المبادره الفرنسيه والخماسيه بهالعمليه. حسيتها ماشي هالمبادره الفرنسيه او هيك شكليه؟ ما كله متوقف كيف حزب الله رح يتعاطى معها. اذا حزب الله بدو يلاقي قادر يلاقي 100 طريقة طيطيرة، الفرق الوحيد أنه ما راح نخليهم يحملونا إلنا المسؤولية، خليهم هني يتحملوا المسؤولية. يعني الأراضي بقيت حزب الله على كل المستويات. شو لك إذا نطين كلمة حزب الله خاطف البلد. طيب رح ناخد فصل إعلاني ومنفتح معك ملف الجنوب وغزة. شاكنا انه البلد مخطوف والخطف حزب الله، وقلت انه هلا قبل ما نبلش بملف الجنوب لانه هذا سؤال ما قدرنا نساله، وقلت حضرتك انه لازم اذا لتشكيل جبهه لمواجهه هذا الامر. صحيح. طيب ليه عم تتاخروا بتشكيل هذه الجبهه؟ مشكلتك انه اذا بنحكي بنكون عم نزيد المشكله، واذا سكتنا كمان بتبقى الامور مثل ما هي بالخطوط العريضه. في تحفظات على الموضوع وعم نحاول نتخطيها بشكل انه نقدر نخلق اطار يكون بيريح الكل، الكل يشعر بالشراكه بين بعضه، نحترم كمان احجام كل الناس اللي موجوده، وبنفس الوقت نقدر نشتغل سوا. في بعض القوى بالمعارضة متحفظة على هذا. ليه؟ ما عم بقدر أفهم. مش السبب؟ يعني منو حابب فكرة الجبهة هذا البعض؟ خلينا ساكتين اليوم. أفضل. إيه، لأنه بعدنا عم بعالج يعني، وما بدي أحكي شيء يزيد طب. المشكلة في هلا خطوة عم بيخدها لواء ريفي، محاولة جمع ان شاء الله تنجح، رح نساعد قد ما بنقدر. اجا بابروش بمقاربة جامعة وفيها شراكة من اول الطريق تنكون كلنا سوا متفقين على هذا الاطار. الهدف انه نخلق اطار مثل بريستول بفترة 14 اذار يلي جمع كل الناس بشكل عابر للطوائف تحت سقف الدستور وسقف السيادة وبناء الدولة واستعادة الدولة، تنخلق هالإطار يلي بيسمح بيعطي أمل للبنانيين، بيخلق مرجعية، بيعمل توازن بالبلد مع اللي عم بيحاول يعمله حزب الله، بيصفي المجتمع الدولي اللي بده يجي على لبنان صار عنده عنوان يجي عليه،
بيصير وقت بدك تروح على الـ على الـ على الخارج، على العواصم الخارج، صرت انت مسموع اكثر من ما اليوم كل فريق لوحده بيروح لحاله. عملنا خطوه اللي هي ال 31 نائب يلي مجتمعين اليوم، برايي انا منا كافيه، هيدي اللي بحاجه انه تتوسع. في كتير قيادات، في كتير رأي عام، في كتير مجموعات، في كتير شخصيات سياسية اليوم لازم تكون جزء من هذا التحرك الكبير. والأهم بالنسبة لي أنه ما نطيف هذا الصراع ولا ناخده بإطار عصبية طائفية. هذا معركة لبنانية وطنية ما بتنخاض إلا هيك، ولازم الكل يستوعب أنه ما بتنخاض إلا هيك. وأي تقسيم للمعارضة طائفيا هو أكبر انتصار لحزب الله. أي تفريق بين لبناني ولبناني مؤمن بسيادة لبنان لأنه واحد عنده هوية طائفية معينة والتاني عنده هوية طائفية أخرى، هيدي أكبر هدية لحزب الله. نحن اليوم بحاجة نوحد اللبنانيين على فكرة لبنان السيد المستقل، على فكرة الحرية، على فكرة استعادة قرار البلد للشعب اللبناني عبر مؤسساته الشرعية. وإلا رح نضلنا نحن إذا بدك حزب الله مستفيد من هالأجواء هيدي التيامل يلي بدو إياه. طيب هلأ كشفت لنا معلومة كتير حلوة إنه اللواء أشرف ريفي بلش مبادرة جديدة، أعلن عنه. هل برأيك هالمبادرة ممكن إنه تصل إلى النهايات؟ إن شاء الله. إذا انشغلت مزبوط من الأول والكل كان عم بينسق مع بعضه فيها. في اليوم عنا شباب التغييريين يلي اخدين موقف واضح من ملف حزب الله وإلى آخر لازم يكونوا شركاء. في عنا صديقنا ميشيل معوض وفؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح وكتلة التجدد لازم يكونوا شركاء، القوات لازم يكونوا شركاء، نحن لازم نكون شركاء، بالإضافة أكيد لكل القوى يلي منا بمجلس النواب اللي هي هائلة. صحيح. يعني من لقاء سيد الجبل وجر لا كتير مجموعات وشخصيات ونواب سابقين وزراء سابقين اليوم قاعدين ببيوتهم ولكن قلبهم معنا. في مفكرين صحفيين، في زملاء لألك صحفيين عندهم فكر سياسي. وما ننسى الدور اللي لعبه جبران تويني فترة 14 أذار قديش كان مهم، وهذا دليل أنه اليوم الصحفيين وقادة الرأي لازم يكونوا كلنا عم يشتغلوا مع بعضهم كرمال نقدر ننجح بهذه المعركة. وبرجع بأكد على شغلي، البعض بفكر أنه نحن رايحين منطق إلغائي مع حزب الله. نحن مش هيدا هو البدنية، نحن بالعكس نحن عم نجي نقول بدنا كلنا سوا نكون تحت سقف الدستور، ولا يجوز أنه يكون في حدا خارج الدستور وعم بينتهك الدستور وعم بيخطف قرار الآخرين. نحن بدنا نكون كلنا شركاء. حزب الله في يكون حزب سياسي مثله مثل حيالة حزب آخر، متساويين نحن وياه، نلتقى بالمجلس منختلف على أشياء منتفق على أشياء ولكن كلنا متساويين. لا يجوز أن يبقى هناك ناس معهم سلاح وناس ما معهم، ناس بيدفعوا ضرائب ناس ما بيدفعوا، ناس بيهربوا ناس ما بيهربوا، ناس ملتزمين بالقانون ناس مش ملتزمين بالقانون. لا يجوز أن يستمر البلد في صيف وشتاء تحت سقف واحد. قلت لا يجوز حدا بيهذب حدا ما بيهذب، هل هذا يعني انه حزب الله بيهذب؟ مين بيهرب؟ انا مين عم بيهرب؟ انا اليوم اللي بتحب جيب لك مثلا كونتينر ما بدي اعرف شو فيه بقلبه. في عندك شباب بيجيبوا لك عبر مرفق طرطوس 5,000 دولار خالص مخلص، ولا بتدفع جمرك ولا بتدفع تبقى ولا بتدفع ضريبة دخل ولا بتدفع شيء. انت بيوصل عندك خالص مخلص. في تواطؤ من القوى الأمنية هول المعابر؟ مين ملك مين ملك مين هول المعابر؟ لا، اليوم واضح انه في معابر لحزب الله بالمعابر الشرعية وفي المعابر غير الشرعية مفتوحة له وهو مسيطر عليها وهو بدخل فيها اللي بده يعني فوت. هول السلاحات صنعوا في لبنان يعني هول الصواريخ أو كيف إجوا؟ إجوا من وين؟ من حدود إسرائيل؟ من وين إجوا؟ بل عن المعابر الشرعية، من الحدود السورية وعن المعابر الشرعية والغير الشرعية بتنا. بتنا لأنه هو عنده قدرة يدخل هون وعنده القدرة يدخل هون. طيب امبارح أقضت الحكومة اللبنانية إنه مبلغ هو 97 مليار لإعادة أو البدء بالتعويض على المتضررين لأهل الجنوب، هل أنت مع هذا القرار؟ أنا هذا الموضوع بيحزنني كتير.
ما بيحزنني لأنه أنا ما بدي أنه أولاد الجنوب يتعوض عن الدمار اللي تعرضوا له. بيحزنني لأنه بحزب الكتائب في 5513 شهيد استشهدوا دفاعا عن لبنان، إن كان بوجه منظمة تحرير فلسطين أو إن كان بوجه الجيش السوري. شي مرة حدا مفكر هولي مش يعوض عليهم ماليا؟ شي مرة حدا فكر يعترف بشهادتهم؟ عندنا مشكلة بنيوية بهذا الموضوع أستاذ وليد، أنه بعد الحرب ما صار فيه مصارحة ومصالحة، وجزء من هالمشكلة أنه انتقلنا من الاحتلال السوري اللي كان بده يصفي حساباته مع المقاومة اللبنانية وشهداء إلى حزب الله يلي كمان بده يصفي حساباته مع المقاومة اللبنانية سوري هل هيدي المشكلة أو لأنه المقاومة اللبنانية ولازم نعترف خسرت الحرب، بالتالي يلي انتصر هو الفريق الآخر؟ أوكي، لكن خلينا نعترف بهذا الشيء وما حدا يلومنا بعدين. بس يعني نحن المطلوب منا نبني دولة أو بدنا نبني دولة على أساس غالب ومغلوب؟ مش على أساس لا غالب ولا مغلوب. طيب وين هو؟ هيدي كانت ب58. لا هي كانت ب90. مش هيك الطائف؟ ايه هيك الطائف. بس هل نفذ الطائف؟ ما نفذ الطائف. مش هيك عم نجي نقول ما فينا نكمل بهذا المنطق، ما فينا نكمل بمنطق أنه في حدا هو مواطن درجة أولى، شهداء درجة أولى، ناسه درجة أولى، وكل البقية درجة تانية. ما فينا نكمل بهذا المنطق. ما بتوافق معي أنه المنتصر أنا دائما هو الذي يكتب التاريخ وهو الذي يقبض على مفاصل الدولة؟ يعني نحن لازم نقبل بالهزيمة؟ لا، نحن بحالة مقاومة، وهي المقاومة مستمرة، وما رح نخضع وما رح نستسلم وما رح نقبل نكون مواطنين درجة تانية، ولا رح نقبل بالمنطق اللي عم ينطرح. ولهذا سوى أنا موجود معك اليوم على الحلقة وعم بحكي الكلام اللي عم بحكي. فأنا بتأسف كون موجوع من هيك شغلة، كون مبسوط من هيك قرار أنا، بس أنا موجوع من هذا القرار لأنه ما فيه مساواة. أنا ما عم بقول ما لازم يتعود على الناس، بس عم بقول لازم يتعود على كل الناس. ما عم بقول ما لازم يتطبق لأنه هاي لأنه معركة لازم مع العدو. ليش السوري شو كان؟ أحيانا عم بيغنجنا، كان عم بيكب علينا رز أو 240 و 155. أنا بتمنى ينعمل أحصاء نشوف قديش السوري قتل وقديش الإسرائيلي قتل بلبنان. بذائق السوري قتل أكثر؟ نعمل مقارنة هيك بسيطة، نشوف مين قتل أكثر. هلأ إذا قتل السوري حلال وقتل الإسرائيلي حرام خبرونا تنعرف، خلينا نروح نفتش على شيء واحد هيك يقتلنا بس نموت مبسوطين. قتل الشقيق يعني نحنا حلال، نحن لازم وقت يقتلنا السوري نكون مبسوطين يعني، ونضحك نقول له ميرسي. كيف الخبرية بتصير؟ يعني هي المعادلة قتل الشقيق حلال وقتل العدو حرام؟ هذا كلام أستاذ وليد تخطي الزمن. وإذا هذا هو المنطق بتعاطوا فيه مع اللبنانيين، ما حدا يستغرب النزعة اللي موجودة بالبلد اليوم التقسيمية بالشارع اللبناني. بدهم يكملوا يقسموا لبنان، يتحملوا هن مسؤوليتها. أنا برأيي أدائهم أداء تقسيمي، وعم بيأدي هذا الأداء التقسيمي إلى تفريق اللبنانيين عن بعضهم. يمكن نوصل لمحل ما نقدر نرجع للوراء. أنت مع هذه النزعة شيخ؟ أنا عم حارب هذه النزعة. عم تحارب بس أنا أو بالأساس بس أنا فهم من لبنان، ونا أنت مع الفيدرالية. لحظة، في فرق كتير كبير وليد بين تنظيم حياة اللبنانيين بشكل أنه نعيش كلنا سوا بسلام، بشكل أنه نحترم التنوع ونبني دولة، وهيدي عندها أطر. اللامركزية هي أحد الأطر، الفيدرالية أحد الأطر يلي هي بتجمع ما بتفرق. وفي فرق بين النزعة الانفصالية والتقسيمية. الناس اللي ما بدها تعيش مع بعضها ما خي ما هيدا للأسف في هذه النزعة، فيها النزعة موجودة وأنا عم بعيني منها. لأنه أنا بعتبر اليوم هيدي بتأذي معركتنا الكبيرة لتحرير لبنان. اليوم ما رح نقدر نحرر لبنان إلا إذا تحدنا مع بعضنا. والمشكلة أنه الطريقة اللي عم يشتغل فيها حزب الله عم تخلق ردة فعل ما حدا بده يعيش مع حدا، مش ما حدا بده يعيش معه له. أنا بفهم اليوم واحد يجي يقول لي أنه خي ما بدي أتعيش مع حزب الله، بفهم وأنا مع إذا حزب الله بده يكمل هيك، بس هذا موقف لازم يكون وطني لبناني كلنا سوا جامل. مسلمين ومسيحيين قل له كلنا سوا لحزب الله منا مستعدين نعيش معك هيك. ايه
بس تصفي بالاخر لانه حزب الله عم يتصرف هيك. صفى السني والمسيحي عم يحكوا مع بعض والدرزي والشيعة عم يحكوا. لا بس في عنا مشكله اليوم اسمع حزب الله بمنظومته طريقه شغله يلي عم بتفرق اللبنانيين عن بعضهم وعم تخلق نزعه انفصاليه ونزعه تقسيميه عن جزء كبير من الناس اللي انا بتفهمها لانه انا بشعر مع هالناس يلي عم بيكون عندها رده فعل. عم نعمل المستحيل تنجرب نقدم لهالناس بديل وطني وهون ضرورة الجبهة. طب الجبهة ضرورية كرمال ما نخلي الصراع مع حزب الله يتحول إلى صراع مذهبي يبلش مع حزب الله وينتهي بالآخر ما حدا بيحكي مع حدا وكل الناس عم تقتل كل الناس. واضح. ضروري أن نوضح. ضروري أن نوضح وليد القضية وين. القضية هي هون في فريق معه سلاح متحكم بالبلد خاطف البلد عم بيفرض مشيئته على كل الناس كلنا سوا مشكلتنا معه مش تصفي مشكلتنا بين بعضنا. واضح. بس برأيك بعد الحرب التي حصلت في غزة ما في نوع من أنواع التعاطف السني مع حزب الله؟ في تعاطف سني مع الفلسطينيين عم بيموتوا بس أنا ما شايف في تعاطف سني مع المحور الإيراني بالمنطقة. يعني برأيك ما تغير المزاج لا. السني فيما يتعلق بالمعركة الداخلية لا. في لبنان. الطائفة السنية يلي أنا يعني عندي علاقة مع جزء كتير كبير من هالقيادات ومن هالرأي العام يلي موجود بالأخص بمدينة طرابلس الحبيبة والعزيزة ويلي بوجه لهم تحية كبيرة محل ما هن الشباب. بفتكر أنه هذا الرأي العام سيادي وطني لبنان اولا رفعوا العلم اللبناني وما رح ينزلوه. مش اذا في اليوم محاولات عند حزب الله باستعطاف الشارع السني عبر معركه وهميه عم بيدفع ثمنها مئات الشباب بجنوب لبنان يعني هذا الشيء رح يقنع اللبنانيين السنه في لبنان انه هذا هو انه رح يصدقوا الكذبه. بس هن عم يدفعوا ثمنها ما عم بيدفعوا حدا وهن بيقولوا والله نحن ما عم ندفع انه كمان الحرب انت استباقيه. انت شايف لبنان ما عم بيدفع ثمن اليوم؟ انت شايف بشو اقتصاديا اللبنانيين ما عم بيدفعوا ثمن؟ اكيد. قدر الاضرار. اضرار الضياع اللبنانيه باكملها تدمرت وبعدين هول الناس اللي عم بيموتوا منهم ملكوا لحزب الله هول اولاد بلدي هول عيالنا هول بيوتنا هول ضيانا نحن لبنانيين هن لبنانيين نحن شغلتنا ندافع عنهم كمان وعن حقوقهم نحن مش والله ايه يصطفلوا هول يخليهم لا شو هالحكي هيدا شو هالمنطق هن منو راضيين يعني مين راضيين البيئة الحاضنة تبعهم منهم لحدا سأل رأيهم هول الناس حدا سأل رأيهم هول الناس بس سمعت صوت معترض على هذا الموضوع ايه سمعت صوت لقمان سليم شفت وين صار يعني ممنوع الكلام يعني أصدق أكيد ممنوع الكلام أنه ممنوع أن يرتفع صوت ممنوع الكلام أكيد ممنوع لا الكلام لا صوت يعلو على صوت أكيد المعركة أكيد ممنوع الكلام خلي الشباب اللي ترشحوا بمنطقة جنوب الأولى والثانية يخبروك الممارسات يلي صارت بحقهم المرشحين شو صار فيهم الناس يلي ما تسترجي تحكي قد ما بدك. طيب سؤال أخير بهالموضوع امبارح ذكرته بالمكتب السياسي أنه لمحاصرة التطرف والمتطرفين ووضع المنطقة على سكة السلام صحيح هل أكيد هل صوت مع السلام؟ شو لكن؟ حدا بيكون نتخلى عن العداء مع إسرائيل؟ لا انتبه ايه؟ عن شو عم نحكي هون نحن؟ عم نحكي عن حكومة نتنياهو المتطرفة اليمين الإسرائيلي المتطرف وقيادات حماس المتطرفة من السنوار وجر مزبوط؟ نحن عم نحكي أنه بالنهاية نحن بدنا يكون في سلام بين الإسرائيلية والفلسطينية والمنطقة كلها ولبنان جزء منهم ليش لا؟ بتساوي بين نتنياهو والسنوار؟ أنه إيه؟ شو المشكلة؟ عندك حكومة متطرفة عم بتقتل العالم وعندك قيادات قيادة حماس يلي عم بتقتل العالم هو اللي قتلوا مدنيين وهو اللي قتلوا مدنيين بس منو بالأساس نحن بالأساس ما كانوا عم بيدافعوا عن أرضهم عم بيدافعوا عن كرامتهم ليك صراحة أستاذ وليد يعني نحن ناس من آمن بمشروع الدولتين وكل ما يمكن أن يدمر هذا المسار
مسار السلام بين فلسطين والإسرائيليين ومسار الدولتين نحن ضده، حماس ضد الدولتين، ونتنياهو ضد الدولتين. بدك أنت اليوم قيادات بالشارع الفلسطيني وبالشارع الإسرائيلي ترجع تحيي منطق السلام، منطق الدولتين، تيقدروا الفلسطينيين يكون عندهم دولتهم يعيشوا فيها بسلام إلى جانب الإسرائيليين، ونحن بلبنان نوقف ندفع ثمن هذا الصراع اللي صنعوا ندفع ثمنه من سنة 48. يعني نحن تعبنا ندفع ثمن هذا الموضوع. يعني حضرتك تؤيد السلام مع إسرائيل على قاعدة حل الدولتين؟ أنا أؤيد السلام بين إسرائيل والفلسطينية، وهيدا الشيء برأيي أنا حتما رح يؤدي إلى سلام بين لبنان وإسرائيل وفلسطين أكيد. ليش لا؟ ليه بدنا نضلنا مستحيين من هيدا الموضوع؟ هدفنا نضلنا بحرب لا نهاية؟ هدفنا نعيش كل حياتنا أولادنا يعيشوا ببلد بحالة حرب إلى ما لا نهاية؟ إذا اليوم الحرب العالمية الثانية يلي راح فيها ملايين الناس وصلوا لمرحلة عملوا سلام، اليوم عندهم علاقة بين بعضهم، نحن شو يعني؟ عملوا اتحاد. نحن محكوم علينا الإيديولوجية السورية والحزب اللهوية والممانعة يلي ورتنينا صرنا من سنة ما بعرف قديه، نضلنا عايشين بظلها كل حياتنا بحالة حرب ودمار وحقد مستمر؟ ما فهمت شو يعني هيدا؟ يعني بس هيدا بيتطلب لبنان ياخد حقوقه، هيدا بيتطلب إسرائيل تنسحب من كل الأراضي اللبنانية، هيدا بيتطلب أنه يكون في مفاوضات غير مباشرة بأول مرحلة بين لبنان وإسرائيل لحل كل المشاكل العالقة بين لبنان وإسرائيل، ومن ضمنها موضوع اللاجئين الفلسطينيين الموجودين بلبنان، من ضمنها ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل وضمان حدود لبنان بأنه ما حدا بيتعدى عليها. ترسيم الحدود البحرية آخر كان خطوة على هذه الطريق بفتكر برأيك. إيه بس اعترضته وكان وكان كتير مبسوط فيها حزب الله، أنه يحق لحزب الله أنه يعمل مفاوضات مع إسرائيل، ولا يحق للدولة اللبنانية تعمل مفاوضات مع إسرائيل. ليه يحق لحزب الله يعمل مفاوضات غير مباشرة مع حزب مع إسرائيل لتحرير أسرى حزب الله؟ رجعني على قبل. ولا يحق للدولة اللبنانية تعمل مفاوضات غير مباشرة لترسيم حدودها واستعادة أراضيها؟ ليه بالنسبة للحدود؟ ليه؟ تقسيم الحدود البحرية بيقول حزب الله هو مفاوض، العماد عون بوقتها كان بعده يعني رئيس الجمهورية وهو الذي فاوض. احنا عم نحكي جد استاذ وليد؟ لا، هو قال انا وراء العماد عون بوقتها وراء رئيس الجمهورية. استاذ وليد، يلي كان عم بفاوض هو حزب الله، يلي كان واجهة هذا التفاوض هو اللي واقع بس إبراهيم والرئيس ميشيل عون والرئيس نبيه بري. هو اللي كان واجهة التفاوض، يلي كان عم بيوافق أو يرفض هو حزب الله، يلي كان عم يقول إيه ولا هو حزب الله، مش حدا تاني. مثل ما اليوم بجنوب لبنان الكل عم بيفاوض حزب الله، ولا الدولة ولا الرئيس مئاتي ولا الرئيس بري. طب هون ما في خطورة، تنرجع ونختم، ما في خطورة أنه تحصل هذه المفاوضات وما في رئيس الجمهورية؟ معقول يكون هدف أكيد. حزب الله من هذا هيك؟ أكيد فكرك حزب الله عباله يتلبك برئيس يجي يتفلسف عليه ويقول له يصفي المفاوضات عم بتصير بقصر بعبدة وطالع نازل شو يتلبك بهالشغلة؟ عم بيفاوض هو مباشرة مع الإسرائيليين عبر الأمريكان ومع عبر الفرنسيين والقطريين، ما بده يتلبك برئيس جمهورية يصفي عم بيقول له كيف وليش وين. ليه عم نقول هيك؟ لأنه اليوم وقت حزب الله عم بيتفاوض مع إسرائيل، المصلحة هالميلة هيدي هي مصلحة حزب الله وإيران، مصلحة الدولة اللبنانية مش موجودة على طاولة المفاوضات. رئيس الجمهورية مين ما كان يكون بده يحط مصلحة لبنان بالمفاوضات. اليوم حزب الله عم بيعمل مصلحته مصلحة إيران، إذا وصل لاتفاق مع إسرائيل رح تكون هالاتفاق لمصلحته لمصلحة إيران، ما رح يكون لمصلحة الدولة اللبنانية، لأنه هو هالدولة اللبنانية ما منه معترف فيها، منه شايفها، منه قارية. طيب رح ناخذ والبرهان انه منه قارية، انه نحن من اول ما بلشت الحرب لحديت اليوم اجتماع واحد بمجلس النواب تيحكي بموضوع جنوب مصر، رئيس بري اللي هو ابن الجنوب وهو رئيس مجلس النواب وهو منتخب من جنوب لبنان، ما عمل جلسة بمجلس النواب تيناقش موضوع الجنوب والحرب بالجنوب. وصل ترسيم الحدود، صارت هذا الترسيم من دون ما نرجع على مجلس النواب، ونفس الشيء بينطبق على الحكومة. هل شفت انت الحكومة اللبنانية اجتمعت وقت ما بلشت الحرب لليوم تتحكي بهالموضوع؟ لا، ما انا معنية. طيب رح ناخد فصل اعلاني لانه سبقنا الوقت، وبعد عنا ملف اساسي
وحتى وجودي يتعلق بالنازحين السوريين، وإنما بعد فاصل هذا الإعلان. وصلنا هلأ إلى الملف الوجودي المتعلق بالنازحين السوريين. مثل ما شفنا أنه الاتحاد الأوروبي مدد بشكل أو بآخر إقامة السوريين في لبنان، هل لازم اللبنانيين يرضخوا أم يتصرفوا بطريقة ما؟ هو مدد؟ أعلن أنه بشكل أو بآخر. هو بيقرر؟ الواقع مين عم بيقرر؟ هو بيقرر إذا لازم يبقوا سوريين بلبنان أو لا؟ أو نحن منقرر؟ نحن منقرر بالمطلق. ليش ما ليش شو مانع اليوم حكومة حزب الله بأنه ترحل كل السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية إلى سوريا؟ كيف بترحلهم، صوب البر أو صوب البحر؟ صوب البر على سوريا. ليش أنت شايفها مسكرة الحدود؟ أنه اليوم وصل سوريا على حدود بلده بيقولوا ممنوع تفوت. شفت لك بعد شي سوري قالوا له ممنوع تفوت. إذا اليوم نحن أخذنا هالسوريين يلي ما معهم إقامات والفاتوا بطريقة غير شرعية على حدود السورية وقلنا تفضلوا ورجعوا على بلدكم، حدا رح يقلنا لا؟ مين رح يقلنا لا؟ نحن عم نعمل شغلنا؟ طيب عنا مشكلة بموضوع تمويل الـ UNHCR للسوريين في لبنان. شو بيمنع اليوم الحكومة اللبنانية توقف هذا الشيء؟ او هن كيف بتوقف؟ محتلين نحن من اليو ان اتش سي ار، مش قادرين نسكر لها مكتبه اليو ان اتش سي ار، مش قادرين نمنعها تدفع مصاري بلبنان. الدوله اللبنانيه ما سيدت قرارها انه تمنع دفع الاموال في لبنان للاجئين السوريين. بس ما شايف انه المفوضيه الساميه وكانه تتحول الى حكومه فعليه داخل. شو مانع الدوله اللبنانيه تسكروا هذا المكتب؟ شو مانع الدوله اللبنانيه ترحل السوريين الى سوريا؟ شو مانع؟ انت مع اقفال المكتب المفوضيه بلبنان؟ انا مع، اذا بدهم يكملوا يدفعوا مصاري بلبنان ايه، اذا بيوقفوا لا. نحن بالعكس، نحن بدنا المجتمع الدولي يضلوا موجود مهتم بلبنان وعم بيساعد لبنان، بس مش يكون عم بيأذي لبنان. اليوم دفع الأموال للاجئين السوريين أو النازحين السوريين داخل لبنان هو أذى للبنان. دولة لبنانية بقى تحمل مسؤوليتها، ويلي عم بيزيدوا بهالموضوع عندهم وزراء بالحكومة يتصرفوا. حدا تصرفوا، حدا قالهم ليه تصرفتوا؟ هن فقط بس يعني هون في شغلتين أو المسؤولية كمان على أوروبا. ليه ما عم نحكي عنه؟ لك يا وليد، أوروبا عم تعمل مصلحتها. طيب بدها ترتاح من هالقصة. والنظام السوري عم يعمل مصلحة. بس نحن كلبنانيين فينا نعمل مصلحتنا؟ شو اللي منعنا نعمل مصلحتنا؟ مين منعنا نعمل مصلحتنا؟ شو منع الدولة اللبنانية اليوم ترحل كل سوري غير شرعي في لبنان ترحله إلى سوريا؟ شو اللي منع؟ مين؟ ماشي منع. أنت برأيك مين؟ حزب الله. كمان؟ ليه؟ لأنه بده يترك هذا الضغط على أوروبا تيفك الحصار عن بشار الأسد. هي نقطة تفاوض، ورقة تفاوض عم يستعملها كرمال تا يريح المحور تبعه، تا يريح بشار الأسد ويريح كل المجموعة اللي هو بينتمي لها. هي كل القصة. طب بهالإطار شيخ، هل انقلب السحر على الساحر؟ يعني قيل انه وقت اللي وافقت 14 أذار بشكل أو بآخر على دخول النازحين السوريين إلى لبنان، يومتها كنتوا مرتاحين إلى هذا الأمر. مين اليوم مين قال؟ أنا بطلع لك كل تصريحي، بيانات المكتب السياسي من سنة 2012 لحديث اليوم، عم نحذر من هيدا الدخول، عم نطالب بوضع حد لهيدا الدخول، بتدقيق بالهويات، بضبط الحدود، بإقامة مخيمات على الحدود. نحن ما وقفنا ولا مرة قبلنا بهيدا النزوح الهمجي اللي صار بهيدا الشكل ولا مرة. وكل التصاريح تبعنا وكل المواقف تبعنا وكل الخيارات اللي أخذناها بهذا الموضوع موثقة وكلها بتصرف الإعلام. بس بشغل، بس هي كانت القصة أنه وكأنه أربع قوى 14 أذار عاطي الغطاء السياسي. مش نحن، أنا بتذكر بال 2013 وقتها كان كل 14 أذار بدها تطلع تخوض معركة بدير الزور، طلع رئيس أمين جميل على منبر 14 أذار وحذر من أنه نحن ما لازم نتدخل بالصراع القائم بسوريا حفاظا على مصلحة لبنان.
وانتقدنا بوقتها من حلفائنا. فنحن ككتائب ولا مرة قبلنا بهذا المسار ولا مرة كنا متسهلين معه. طيب ملف النزوح السوري اليوم مسؤولية من برأيك؟ رئيس الحكومة؟ أكيد. الداخلية، وزارة الداخلية؟ رئيس الحكومة والحكومة مجلس وزراء مجتمع. لأنه في يعني مع جميع الوزراء، في وزير الخارجية بالدق، في الشؤون الاجتماعية، في الدفاع، في الداخلية، كل الوزراء معنيين بهذا الملف. برأيك يعني كلهم ما عم يلعبوا دورهم؟ مش هن، في قرار حكومي منه موجود. في حكومة الاجتماع تقول نحن أخذنا قرار، هالقرار هيدا بتترجمه أنت من خلال الأمن الداخلي ومن الأمن العام وبالجيش وبالشؤون الاجتماعية وزارة الخارجية، بتترجمه على كل المستويات. هل هذا يعني أنه موقف الرئيس نجيب ميقاتي ملتبس بهذا الموضوع؟ أنا برأيي الرئيس ميقاتي مقتنع بنفس الشيء اللي نحن مقتنعين فيه، بس مغلوب على أمره، منه قادر. طيب. أنه فكرك أنه الرئيس نجيب ميقاتي عم بيصير حرب ببلده اللي هو رئيس حكومته ومنه قادر يعمل اجتماع يحكي بالموضوع، مبسوط؟ أكيد منه مبسوط. بس هو قبل على حاله أنه يكون بهذا الموقع، أنه يسكت. طيب شو بعمل؟ طيب بارح تم تشكيل لجنة وزارية، لأنه طلع حكي الرئيس ميقاتي بموضوع النزوح وقت أجد فاندرلاين، طلع حكي حكي كتير منيح، الدفع لازم يصير بسوريا، نحن ما منقبل بقى يبقى سوريين في لبنان، بليز خدوهن أنتو، كل الكلام اللي عم نطلع حكي. طيب ترجموا على الأرض، قادرين ترجموا؟ مش قادرين ترجموا. وطالما هو منه قادر أو ما بده يترجموا، قلت لك منه قادر يترجموا، منه قادر، منه قادر يترجموا. بالنهاية اليوم طالما منه قادر يضبط حدود لبنان، بتظهروا من هون برجع بفوت من هونيك. ففي عملية ضبط الحدود، في عملية الترحيل، وفي عملية منع دفع ليرة واحدة للنازحين السوريين داخل لبنان. هول الخطوات يلي الدولة الدنيا قادرة تاخدهم، ما عم تاخدهم. لا، مجلس النواب ما بياخد المبادرة وبيطرح هذا الموضوع، بياخد هذا. يلا خلي الرئيس بري تطلع توصية، يا بتطلع توصية غير ملزمة. امبارح تم تشكيل لجنة وزارية، هل أنت متفائل بهذا المسار الجديد فيما يتعلق بقضية النازحين؟ بني متفائل طالما ما في قرار سياسي بالموضوع، والقرار السياسي بيد حزب الله منه بيد الحكومة. النهار يلي حزب الله بيفرج عن هذا القرار السياسي وبيسمح للحكومة تعمل شغلة، الحكومة تعمل شغلة، بالعكس متمني الحكومة تعمل شغلة. أنا أكيد اليوم الوزراء اللي موجودين حابين يعملوا أبطال وينبسطوا منهم الناس. ليه ما عم بيقدروا يعملوها؟ سؤال أخير، لبنان الدولة عم يتحلل انطلاقا من قضية النازحين والقضايا الأخرى، هل لبنان الوطن كمان عم يتحلل؟ يعني في خوف على الوجود اللبناني، في خوف على لبنان الكبير بشكل أو بآخر؟ طالما في ناس مثلنا نحن ومع كل الحلفاء والأصدقاء والناس المؤمنة بهذا البلد ويلي مستعدة توقف وتقول لا وتناضل وتكافح من أجل لبنان اللي نحن منريده ومنحلم فيه، لبنان رح يضل الأمل موجود بالنسبة لنا فيه. يعني الكفاح مستمر؟ مستمر. ما رح نعطي بلدنا لحدا، ولا رح نقدم بيوتنا لحدا، ولا رح نقدم ضياعنا لحدا. هون باقيين نحن وولادنا وعيالنا واصحابنا والناس اللي بتحبنا والناس اللي بتفكر مثلنا وكل هاللبنانيين الشرفاء باقيين بلبنان ونحافظ على بلدنا، وهن ماشيين عكس التاريخ، عكس التاريخ. وبالنهاية حدودهم معروفة شو هي ورح تنتهي. المهم يوقفوا يأذوا البلد ويأذونا ويأذوا مستقبل البلد. حزب الله ماشي عكس التاريخ. أكيد ماشي عكس التاريخ. فكرك اليوم التاريخ هو معتد أنه عم يكتب هو التاريخ، هو لمنطق الحروب والدمار والتطرف والتخوين والقتل وكل هيدا الشيء، هذا هو اللي هون رايحين. نحن رايحين على منطق السلام. أقول لك شغلة أخيرة، في أحد الكتاب يلي ممنوعين بلبنان يلي هو هراري، يلي كتب 3-4 مجلدات
بياخذوا العقل وبنصح عن جد كل الناس بقراءتها. لانه نحن هلا صرنا بلد الممنوعات، المسرحيات بتنمنع، الكتب بتنمنع، الفلومه السينمائيه بتنمنع، تافهه قد ما تكون تافهه بتنمنع مثل باربي. عرفت كيف؟ اوكي نحن ببلد المنع، ولكن نحن ناس لازم نطلع ولازم نقرا حركه التاريخ، تكتشف من خلال هالكتب والاحصاءات اللي انعملت بتشوف كيف عدد قتل الحروب كيف عم بيصغر مع تطور الإنسانية. يعني عدد القتلى من الحروب سنة 2024 مقارنة ب 1924 إذا بدك أكيد نقص ديفيزي بار 10، وبالتالي مسار البشرية رايحة باتجاه السلام، منا رايحة بمنطق الحروب وبمنطق القتل وبمنطق الدمار والأصوليات والديكتاتوريات، رايحة باتجاه الديمقراطية، رايحة باتجاه الانفتاح والسلام. رئيس حزب الكتائب اللبناني النائب سامي الجمعي، بدي أتشكرك على هذا اللقاء. شكرا لك. كمان بدي أتشكرك على استضافتك لنا في مقرك في بكفية. رح نتسلى كتير هلأ على بالردود التواصل الاجتماعي تبع حزب الله، رح نتسلى كثير بالايام الجايه. كمان بدي اشكر الاصدقاء المشاهدين على متابعه هذه الحلقه مع وليد عبود. طبعا اللقاء يتجدد الاسبوع المقبل، تصبحون على الف خير.